تم زيارة السيد نائب المحافظ وأخوة أعضاء مجلس المحافظة والجناب الشيخ لمقر قيادة فرقة الرد السريع، وتباحث الحقيقة بمواضيع إغاثة النازحين والخدمات اللي تقدم إلى المواطنين في الجانب الأيمن، إلى والتنسيق اللي يصير بين الأجهزة الأمنية والحكومة المحلية، وهذا طبعا من الضروريات والأساسيات. نشكرهم على زيارتهم تفقدي هذه القطاعات، وإن شاء الله هم مقاتلين معنا في الخط الأول، وإن شاء الله أنه نوعد أهل الموصل بتحرير الموصل إن شاء الله بالكامل بالجانب الأيمن، وإن شاء الله تنعم الموصل بالأمن والأمان ببركة دماء الشهداء وجهود الأبطال المقاتلين وأخوانهم من الحكومة المحلية وكافة أبناء الموصل.